هنتعرف مع حضرتك ان شاء الله خلال اسبوعنا على الحاله الجويه في يوم راس السنه، عشان الناس تحب تسافر من قبلها تقضي هذا اليوم والاحتفال مع ذويها في محافظات، وايضا بيحبوا يسهروا ويخرجوا بالليل ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وحيد على هذه المداخله، كل سنه وحضرتك طيب. برجع لكم مشاهدينا مرة تانية، وما زلنا في أخبارنا من جريدة الأهرام أيضا، إطلاق مهرجان تخفيض أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية. أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مهرجان تخفيض أسعار السلع الغذائية بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة التي تجوب معظم المحافظات يوميا بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح معظم السلع وخصوصا اللحوم والدواجن بأسعار التكلفة للتخفيف على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية. من جريدة اليوم السابع، التعليم إلغاء عقد أي معلم ضمن 30,000 يمتنع عن محو أمية 10 مواطنين. أكد الدكتور أسامة فراج رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أنه طبقا للعقد المبرم بين الوزارة ومعلمي 30,000 وظيفة سيتم إلغاء أي معلم يمتنع عن محو 110 دارسين خلال سنتين من تاريخ التعيين. وأضاف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية بأن التنسيق مع الوزارة تم وضع تسهيلات عديدة للمعلمين حتى يتمكنوا من محو أمية الدارسين. وأشار فراجي لأنه على المعلم أن يحصل على شهادة من الفرع التابع له محل عمله يفيد بأنه قام بمحو أمية 10 دارسين خلال السنتين، تمهيدا لتقديمها للأكاديمية المهنية للمعلمين لتثبيته وتحويله من معلم مساعد إلى معلم حسب الدرجة الوظيفية. من جديد اليوم السابع أيضا خبر أو الحقيقة معلومات عن الوضع اللي احنا بنعيش في حياتنا. يعني هقول لحضراتكم الخبر، بيقول يجلس الزوج والزوجة في نفس الغرفة ويمكن على نفس الأريكة، لكن كل منهما مشغول اما باللابتوب او بالموبايل يتصفح الانترنت وتستوقفه الرسائل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو المشهد الان داخل عدد كبير من البيوت المصرية. فيسبوك السبب في خيانة زوجي، هكذا سردت إحدى الزوجات معاناتها مع زوجها الذي يتحدث مع فتيات على شبكات التواصل الاجتماعي. متابعة تويتر أفضل من الحديث مع زوجي مع زوجتي، في حين اعترف زوج بأن متابعة صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أفضل من النقاش مع زوجته الذي لا ينتهي النزاع بينهما. زوجتي تؤجل علاقتنا الحميمة للتصفح على مواقع التواصل، بينما أثار زوج آخر نقطة هامة تتبعها بعض السيدات والرجال أحيانا عندما صرح بتأجيل زوجته العلاقة الحميمة من أجل متابعة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا زوجي يهمل طلبات أسرته من أجل ساعة على الإنترنت. أما زوجة أخرى تؤكد على إهمال زوجها لطلبات المنزل في مقابل تزويد باقة الإنترنت وتجديد الاشتراك به، فأمر لم يمر مرور الكرام بالنسبة لها، لأن هذه العادة دائما ما استفزتها وخلفت المشاكل بينهما. من جانبها ترى الدكتورة فدوى عاطف أخصائي علم الاجتماع أن هذه الظاهرة استطاعت أن تبعد القريب وتفرق بين أفراد الأسرة الواحدة، فأصبح مشهد الانشغال بالهواتف والتابلت وغيرها من الأجهزة الحديثة أمر وعادة متكررة ومستمرة 24 ساعة في مقابل إهمال واجبات كل فرد، ومن هنا تخلق المشاكل وتتاح الفرص للخيانة. لذلك يجب أن نقلل هذا الإدمان ونتحكم فيه بدلا من أن يسيطر على حياتنا ويهدمها ويكون السبب الرئيسي لخراب البيت. بتمنى أنها تكون يعني تذكرة بسيطة وصغيرة من هذا الخبر، ناخد بالنا أن احنا بنسيب أولادنا، بنسيب أزواجنا وزوجاتنا، بنسيب أهالينا، يعني بنلاقي تجمعات للأسر العائلات مع بعض وكل واحد قاعد ماسك الموبايل بتاعه ومنشغل تماما بعيد عن الاسم بس ان هم متجمعين، لكن كل واحد فيهم عايش في عالمه الخاص. بالتأكيد ده هيسبب مزيد من المشاكل لو فضل الحال بهذا الشكل. على اي حال مشاهدينا، دي كانت اخبارنا للنهاردة. هستأذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع نرحب بيكم وبضيفنا اللي هنتكلم معاه النهاردة عن الحماية داخل البيوت.
بحضراتكم، نزلنا معكم على الهواء مباشرة. طبعا بيسعدنا تواصل حضراتكم معنا. حد عنده أي استفسار؟ بالتأكيد بتصور أن موضوعنا النهاردة مهم جدا. ساعات بنسيب أولادنا يمكن في سن يسمح أن احنا نسيبهم لوحدهم في البيت، وأحيانا بنضطر أن احنا نسيبهم في سن أصغر شوية. زي ما نتعامل مع ده؟ حتى لو مش سايبينهم لوحدهم، في بعض الأحيان بنجد نفسنا أمام بعض المشكلات داخل بيوتنا علشان نحافظ على أنفسنا ونحافظ على أولادنا إن شاء الله. خلوني أرحب بضيفي، هنتكلم معاه أكثر في هذا الموضوع، المهندس عصام الهلاوي، خبير سلامة وصحة مهنية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا. نورنا. كل سنة وحضرتك طيب. يمكن أكثر الناس بتتعرض لبعض المشكلات هي هم الأطفال، شقاوة، زحرقة، جري. ما بناخدش بالنا كآباء وأمهات ونحن بنوضب بيوتنا، إنه يعني عادة أي اتنين بيتجوزوا بيوضبوا بيتهم زي ما هم عايزين وما بيبقوش عاملين حسابهم إن هيبقى فيه أطفال، ومش متوقعين إن ممكن الأطفال يتعرضوا ليه. إيه أكتر الحاجات حاجة تلفت نظر الناس النهاردة اللي ممكن تبقى مؤثرة وخطر في حال وجود أطفال في خاصة دون الخامسة؟ الحقيقة الموضوع ده مهم جدا، وأنا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج الحقيقة والفريق العمل، لأن الاهتمام بالسلامة ده شيء بقى الوقت العالم كله بيتكلم فيه طبعا، وخصوصا الأطفال لأن هم أهم حاجة عندنا. الحقيقة هو الأطفال بيبقى في السن من سن اللي بيبتدي يمشي على المشاية طبعا بيبقى في خطورة منها. فيعني احنا لو قلنا كده في مخاطر خاصة بعملية دخول المطبخ، في مخاطر خاصة بعملية الأشياء اللي بيبقى لها شارب إيج أو حاجة اللي بيبقى حدة. ممكن أنها الحادة. في حاجات تانية خاصة بعملية الكهرباء طبعا. يعني احنا طبعا للأسف ان احنا المفروض يكون في إيرسينج أو في أرضي موجود في كل البيوت، لكن مفيش الإيرسينج ده، معناه ان أي سلك كهرباء بيبقى ملامس للمعدة زي الغسالة أو التلاجة ده ممكن يكهرب طبعا أي إنسان. فلذلك احنا هنتكلم يعني through كذا نقطة كده، بداية عملية الأدوية والتسمم. يعني حضرتك مثلا الطفل بيتعرض لعملية التسمم من الأدوية من مستحضرات التجميل، كمان بيتعرض من الأدوات بتاعة النظافة. يعني ساعات بعض من غير ما نقول بعض أسمائها، بس هي معروفة يعني تنظيف الزجاج للتنظيف الموبيليا، تنظيف الأرضيات بالظبط عشان ما يبقاش إعلان طبعا. لكن هو الحقيقة الحاجات دي كلها بتبقى خطر جدا على الأطفال إلا إذا كانت ربة البيت أو الأم مهتمة بهذا الموضوع. يعني مثلا أول حاجة السقوط، الطفل ممكن يسقط مثلا من السرير او من مكان عالي فوق ترابيزه فوق كرسي، ممكن يسقط من السرير وممكن يقع كمان من بلكونه. فلذلك في حوادث كتيره بتاعت سقوط الاطفال، مثلا يعني مثلا طفل بيتشعلق على سور البلكونه، طب اعمل ايه؟ لا انا ابقى مهتم جدا ولازم يبقى عندي حاجه اسمها البرسبشن او الادراك الحسي، يعني ايه اللي ممكن يحصل لو تغيرت الظروف. طفل بيخش البلكونه وفي كراسي، من المتوقع ان يطلع فوق الكرسي ويسند على سور البلكونه، راس الطفل كمان اللي بتبقى اتقل، فلذلك ممكن يقع جوه حتى ما يشعر تحت في الارض. الحاجه الثانيه اللي هي التزحلق، حضرتك احيانا شويه ميه على السيراميك ممكن يؤدي الى ان الطفل يتزحلق يتخبط في دماغه ويتخبط في كرسي. كمان ممكن حضرتك عملية يعني الغرق، ممكن قوي الطفل يغرق في شبر مية زي ما بيقولوا، هو محتاجين عدة سنتيمترات عشان الطفل يختنق ويغرق أو يغرق يعني. طب هو ممكن موضوع الغرق ده يحصل إزاي يا دكتور؟ يعني في بعض الأحيان مثلا وسمعت حادثة يعني إنه طفلين أخوات بيلعبوا مع بعض بس هم سنهم صغير، هم الاثنين حد لسه سنة والتاني مثلا سنة ونص، راح حطه في جرد المية كبير كده راح مدخله فيه فالولد غرق ومات بالظبط. بس غير كده ايه اللي ممكن يحصل يعني كده؟ عشان انا بقول قصتي بس عشان اي ام عندها طفلين صغيرين تاخد بالها انها ما تسيبش حاجه هي متخيله انه ده جردل صغير فمحدش هيغرق فيه يعني. برافو على حضرتك جدا، النقطه دي يعني مهمه جدا جدا. ده ممكن في قاعدة التوليت احيانا بيحصل حاجة تخنق التوليت من جوه، ورق قطن اي شيء، فتلاقي المية ترتفع، الطفل بيحط دماغه يحاول يبص ممكن يقع جوه التوليت. ممكن ساعات بنجيب له زي بانيو بتاع اطفال ونقعده ونسيبه نقول بيلعب، لكن ده ممكن
مجرد ان يتقلب على وشه 5 6 سنتي ممكن يخنقه او يعرضوه للغرق. كمان البانيو نحط له ده كتير من السيدات بيعملوا كده وده خطأ خطير لانه ملهوش عودة، الطفل راح خلاص. فهو عملية الغرق دي مش محتاج اكتر من شوية مية صغيرين وممكن يحصل له الغرق. ده حاجة. حاجة تانية الاختناق، يعني احنا كتير بندي كيس بلاستيك لطفل يلعب بيه يلبسه في دماغه. طبعا انت عارف ان في الشهيق الواحد بياخد اكسجين، في الزفير طبعا بيطلع ثاني اكسيد الكربون وده غاز خانق حتى بيستخدموه في عملية الاخماد بتاعت الحرائق وكده. فطبعا الكيس بيتملي بثاني اكسيد الكربون وممكن قوي ان يبتدي الولد يشفط يوم الكيس اللي هو الطري ده يخش فيه المجاري الهوائية يسد مناخيره وبقه، وفي الحالة دي يختنق ويموت. ممكن كمان ان يبلع شيء، يعني احنا برضو التوصية انهم ما يحطوش مثلا زراير ما كور صغيرة توكة مش عارف ايه قدام طفل. كل الاشياء الصغيرة تبتعد طبعا تماما عن الاطفال. طبعا ده في اطفال يا فندم بيحطوها في مناخيرهم مش بس في بقهم، ده كور يعني او في الودان خطيرة. لا الاطفال محتاجه عينينا في وسط راسنا. وللاسف اللي هم لغايه سن دخول المدرسه اذكى اطفال في العالم، دي حقيقه. يعني احيانا حضرتك كمان ورق السلوفان اللي هو مثلا طبعا بسكوت ولا اي حاجه بيبلع حته ورقه تقوم تخش على المجاري الهوائيه يبتدي يشفط تقفل زياده ويقوم يختنق ويموت. طب لو حصل حاجه زي كده لا قدر الله، طفل عنده مثلا سنه وقاعد بيلعب، حضرتك الحل ان نشيله من رجليه نحطه على منطقة الفخذ، ثم بعد كده نخبطه على ظهره او نضغط على ظهره على الحجاب الحاجز عشان يطرد. يعني دي لازم كل سيدة في البيت تفهم الاسعافات الاولية طبعا. في حالة ان يحصل حاجة تخش زور الطفل. كمان احنا بنخاف جدا على الاطفال من المواد الكيماوية، يعني ان هو يخش ساعات برضو بعض السيدات لان الازازة اللي هي بتاعت المشروبات الغازية الكبيرة ساعات بتفضى فتروح حاطة فيها بعض المواد الكيماوية، يجي الطفل ما بيقدرش يفرق يروح جاي شارب هذه المادة. كتير بيشربوا بطاس طبعا كان قصص معروفة مش عارف الكلور. الكلور طبعا سام وخطير. في المواد اللي هي بتاع تنظيف التواليتات والحاجات دي الطفل ما بيقدرش يميز. صحيح. لذلك لازم السيدة تكون عندها، يعني في بلاد برة بياخدوا الزوجة اللي هتخلف ويدوها كورس طبعا في كيفية التعامل مع الأطفال. ياريت يبقى فيه يعني من خلال برنامج حضرتك الناجح ده ان يكون في مركز لتأهيل السيدات طبعا بعد الزواج على طول هم بيستعدوا لعملية الإنجاب وتعامل مع الأطفال. في نقطة تانية كمان يا فندم، ودي يمكن هم برا وعشان ما حد يتكلم عن برا، هم كمان بيوفروا في محلات المتخصصة في ملابس الأطفال والحاجات الخاصة بالأم الحامل وبعد الولادة السرير وكذا، إجباس مثلا عشان تغطي الكهرباء عشان الطفل ما يحطش حاجة في الكهرباء، حاجات بتقفل بيها الدواليب وصعب جدا إنها تتفتح لطفل صغير وما هياش مهلكة للأم، يعني بتفتحها بطريقة معينة بحيث أنها تبقى طول الوقت مطمنة أن الدولاب اللي خاص بأدوات التنظيف مثلا مقفول بشكل آمن. وده صحيح، برافو على حضرتك كده تشتغلي في المجال بتاعنا مش هنعرف تشتغل كده. هو فعلا حتة الحماية أو البروتكشن دي أهم شيء في الموضوع طبعا، أن ما تبقاش في متناول يد الطفل، ان ما يكونش سهل ان يوصل لها، ان يكون برضو عندي ادراك حسي طبعا كزوجة او كاب ان ايه اللي ممكن يحصل لو تغيرت الظروف. وده معنى الادراك، ان انا بفكر هحط كوباية ازاز ممكن او يشدها طبعا. ما تدلوش الشوكة والسكينة. انا ساعات في بعض المطاعم بستغرب ان طفل عنده اقل من سنة ومامته سايبة شوكة وسكينة بيلعب بيهم، يعني انا مش عارف دي آلات حادة وسلسلة يعني. المفاتيح يا فندم سلسلة المفاتيح العربية اللي هي بتتنقل من ايد لايد وملوثة جدا، الطفل بيحطها في بقه او ممكن تيجي في عينه ده صحيح، وكمان التلوث نتيجة نقلها من ايد لايد. فهنا الطفل فعلا بيتعرض لأذى شديد، منها زي ما حضرتك موضوع الكهرباء وإكباس الكهرباء اللي هو في بعض قطع بلاستيك بتتحط تتسحش. بس على فكرة بعض الاطفال ما بيغلبوش بيقدروا يشدوها، هي المفروض انها جامده جدا على الاطفال وبتدخل بشكل انها يعني لازقه جوه بالزبط عشان ما تبقاش سهله. لكن في اطفال ما شاء الله عليهم، يعني احنا الاطفال عندنا عنده العلاقه السببيه رائعه، ماما بتحط الفيشه في بتاعه المروحه المروحه بتلف، طيب بتحط فيشه الدفايه بتطلع حراره، التلفزيون لازم طيب ايه اللي ممكن يحصل، بيجي بنسة شعر ويحطها في الكهرباء
فإذا مر في الكهرباء الإنسان مش محتاج أكتر من حوالي 100 ملي أمبير، ده الكبير عشان يموت. خلي بالك الغسالة 10 أمبير، التلاجة 5 أمبير، التكييف 15 أو من 10 ل 15، فالواحد مش محتاج أكتر من 10 أمبير عشان يموت. فلو حصل هروب للكهرباء من خلال الطفل للأرض، والله في جهاز هو طبعا اسمه العلمي ما هوش اسمه التجاري، اسمه إيرث ليكج سويتش أو جهاز الحماية من التهريب للأرضي. لو حصل تهريب من خلال جسم الطفل بيفصل النوتايم، وهذا الجهاز موجود في السوق ومش غالي يعني، وبنحطه في أي حتة في المنزل، في مدخل الشقة أو مدخل العمارة، ممكن يكون سنجل فيز إذا واحدة ثري فيز، ممكن ان هو يتركب كمان في الكوبس بتاع المطبخ او بتاع الحمام، لان لو حصل ان في الجسم مبلول، لان مقاومه جسم بني ادم من 20 ل 60 كيلو اوم تقريبا، فلو كان مبلول او عرقان بينزل ل 1000 اوم، الاوم دي وحده قياس المقاومه. ده كلام فاضي يعني، ده مقاومه صغيره في اي راديو ترانزستور اكبر من ال 1000 اوم. فلذلك لو مر التيار الكهربائي ممكن الطفل او السيده او غيره، ما بالظبط دلوقتي هارب، مش بس الاطفال يعني، ممكن تبقى شغاله الغساله هي ما تعرفش ان الغساله بتهرب مثلا بالزبط. وتدخل تاخد دش مثلا او بتغسل او بتمسح الارض، فموصل جاي طبعا تتكهرب طبعا. لو في بقى ميه في البانيو هيبقى اكثر توصيلا طبعًا. ويبقى طبعًا. اكثر استعدادا لاخذ ده الكهرباء. سعره غالي والله، هو وزن يعني حوالي من 400-500 جنيه، موجود الصيني ده مش هنعرف هو ده شكله يا فندم اللي معانا على الشاشه، هو ده شكله بالظبط، بيركب مكان الاوفرلود جنب الاوفرلود بتاع يعني بناخد منه فرح من الاوضه او من الشقه ندخله عليه ونطلعه تاني ندخله على الاوفرلود، يبقى فيه ده بيحمي البيت كله مش بس المكان اللي هو فيه بالظبط، كل نعم. الافراد اللي يعني لو مسكنا مثلا حاجه زي التوستر وعليه كهرباء ووصل كهرباء من خلال جسمي، هي اصلا اي تعرض في الدنيا حضرتك بيبقى عباره عن قوه تعرض وزمن تعرض. الكهرباء لو مرت في جسم الانسان لمده ثانيه ثانيتين ممكن يموت في لحظه يعني، لانه بيحصل تاين والعضله القلب بتقفل على بعضها، قصص يعني. فالقصه كلها ان احنا بنقلل زمن التعرض، صحيح بيحس بالتاتش بتاع الكهرباء لكن بيفصل كهرباء البيت انه طيب. يعني انا الحقيقه في كل المحاضرات لازم اعرض هذا الموضوع علشان الناس تتعلم، ما فيهاش حاجه، لان احنا للاسف القانون بينص على وجود حرب ارضي زي ما حضرتك الفيشة، أي فيشة بتيجي من برة أو اللي بنشتريها من أي مكان بيبقى فيها ثلاث أطراف، الفيشة بتخش في الكوبس، الطرف الثالث ده مش معمول زينة يعني، بيجي برضو بعض الناس ده من برة، ده من برة، لكن هنا في مصر هنا مش كل الناس اللي هو الطرف الثالث. بعدين أنا برضو بنبه، هي دي مش كده حضرتك، هو ده بقى اللي هو ده اللي هو الجزء الثالث اللي هو المربع ده اللي احنا بنشيله، المدير الكهربائي اوصلنا ده، لو بيجي كمان ساعات اللي هو الكهربائي او الغساله وبيركب غساله، لا يا هانم ده بتاعت بلاد بره دي، ده العالم اصلهم محبكينها شويه، يروح قصصها فتقول له ازاي ده انا كنت في فرنسا في انجلترا حتى في البلاد العربيه طبعا ما عندهمش الفيشه ام اتنين دي، كل الفيشه بتاعتهم ثلاثه يقول لها طب خلاص ما تقلقيش انا اعمل لك ارض، يروح شادد سلك ومن الشاسيه بتاع الغساله ويروح حطه على موصله بالارضي باي ماسوره ميه موجوده حضرتك في البيت. فطبعا هو يعني اي كهرباء بتيجي على الغساله بيكهرب ام تلاقي لا اله الا الله بقى طبعًا. كل اللي يمسك الحنفيه الكهرباء، ودي بتحصل لبعض البيوت تيجي تفتح الحنفيه ليه بقى؟ لان واحد مخه طبعا مستواه عالي جدا في التفكير، راح واخد سلك من الشاسيه موصله على ماسوره الميه الحديد، فطبعا الميه بتوصل الكهرباء في بيئه التوصيل. فلذلك احنا برضو مش بنحمي الطفل، لا احنا بنحمي الطفل والسيده اللي في البيت. وبعدين ليه حته ثانيه حضرتك، لو الواحد زعلان من مراته يفصلها وبعدين يرجعها ثاني، الفكره بنهدي النفوس بس بنهدي النفوس يعني في حاجات كتيره طبعا بالنسبه للطفل انا بهتم جدا، لان انا بيصعب عليا يعني مكسبات الطعم واللون والرائحه كلها مواد مسرطنه، في تسمم غذائي احنا متعرضين له يعني طبعًا. زي بنزوات الصوديوم لما يزيد نسبتها في الاجوات، زي الحاجات اللي هي الحاجات اللي بنشتريها بالظبط البرتقان، دي كلها مواد صناعيه وكل ماده غريبه بتخش الجسم بتروح لمكان اسمها اسمه ايه التارجت اورجان، يعني اللي هو العضو المستهدف،
فالمواد الكيميائيه ما لهاش حل لانها مواد تعتبر غريبه عن الجسم. يقوم يبتدي الكبد يهاجمها والاجهزه المختلفه في الجسم تهاجم على انها مواد غريبه. نعم. فيعني احنا عايزين نحافظ على اطفالنا. طبعا. طب انا عايزه ادي شويه ممكن بعض الحاجات يا فندم اللي تساعد. يعني في اذكر واحده مثلا كانت بتحكي لي هي واحده بسيطه يعني ساكنه في منطقه بسيطه انه ابنها شرب كلور فراحت حاطه له كوبايه لبن بسرعه عشان شربه الاول خليته يرجع وبعدين شربته لبن. هل في بعض الاساليب البسيطه اللي يعني الام شافت الطفل بيعمل حاجه زي كده ما اشربش مش لازم كميه كبيره يعني احنا هنروح المستشفى طبعا بس اقصد انه حاجات اسعافات اوليه سريعه اللي قلت عليه حضرتك هو ده بالنص اللي مطلوب مننا لان احنا مش دكاتره لكن ايه المفروض ان انا في لو دخلت على النت وكتبت يعني الاسعافات الاوليه هيطلع في كتب كتيره انا شفت كذا واحد منهم ونخليه عندنا يا اما على التابلت يا اما على الكمبيوتر يا اما في ورق مطبوع واخليه عندي لو شرب ماده زي البوتاس لو شرب ماده زي الكلور طبعا هو صح اهم حاجه ان انا افضي معدته باي طريقه حته اللبن عشان فيه بروتين طبعا انا مش عايز اتكلم في الناحيه الطبيه عشان برضو انا مش متخصص كطبيب انا مهندس فلذلك هو المفروض ان انا بتصل بالاسعاف او باخده بعد ما اعمل له عمليه الترجيع واشربه شويه لبن او غيره بوديه على طول على اقرب مستشفى لذلك لازم احتفظ بتليفونات الطوارئ او الاسعاف او المستشفى القريبه او ان انا ابقى عامله نبقى معلقينها قدامنا طول الوقت على الثلاجه على اي حاجه تبقى واضحه برافو صح هو ده ان انا يبقى في مكان واضح وفوق كده ان في كتيب ظريف قوي لو حصل ان الطفل اتعرض يعني ضمن برضو المخاطر ان اتعرض لميه سخنه شاي يعني يا ريت يكون عندنا قهوه سخنه شاي زيت مغلي طبعا. فلذلك احنا اولا نبعد حتة ان يحصل عملية الحرق ازاي حاطين طاسة الزيت على البوتاجاز اخلي ايديها لجوه ما خليش ايديها لبره ان الطفل هيجي يشدها يشوف جواها ايه حطيت شوية مية اخليها في العين البعيدة اللي هي ناحية الحيطة ما تبقاش قريبة صح يده. كمان المكوة طبعا لان هم بيحبوا قوي ان يلعبوا بالحاجات اللي زي دي هو مش مفهومه بالنسبه لهم ليه شويه تبقى سخنه وماما تقول ابعدوا عنها وليه بتبقى ساقعه في بعض الاحيان الاخرى يعني واحيانا عشان نعلي البرسبشن عند الطفل او الادراك ان انا اجيب مثلا كوبايه الشاي ما اقعدش اقول له ابعد ابعد لا انا بقرب كوبايه شاي دافيه بحيث انها تلسعه خفيف بس هيعرف ان دي سخنة. لانه لازم يبقى في نوع من المعرفه نقل المعرفه عن طريق التجربه فاذا وصلنا لحاجه زي كده بدون ما ناذيه يعني مش لازم نولعه نجرب فيها فلذلك هو ده اللي احنا بنقول بالنسبه للاطفال المفروض ان احنا نهتم بيه باشمهندس عصام من ضمن الحاجات ايضا طبعا واللي هتبتدي او بالفعل بدات في بيوتنا هذه الايام وبيبقى فيها خطوره سواء على الكبار او على الاطفال لو ما تعاملناش معاها صح الدفايات بما ان احنا بردانين شويه زياده اليومين دول نعم طبعا الساعه بالظبط فهي حاجه فكرتني بيها مساله كوبايه الشاي يعني تلاقي الطفل معدي هو مش مدرك انه لان هو كتير برده بيعدي من جنب الدفايات تبقى ساقعه فهي تبقى سخنه اللي بيسيبوها شغاله بقى سواء في اوض الاطفال او في اوضتهم بالليل وهم نايمين للتدفئه وسمعنا القصص يعني من ناس شهيره كمان محاريق البيت كله بالظبط نتيجه لوجود الدفايات هو الحقيقه بالنسبه للدفايات انا بفضل لو في اطفال ان انا اجيب دفايه الزيت لان دفايه الزيت بتعتمد على ان يكون مساحه التسخين كبيره انما الدفايه اولا الحلزونيه دي بتستهلك الاكسجين الموجود في الاوضه صح بتستهلك كهرباء عاليه وغير انها كهرباء عاليه كمان وكمان كفاءتها ما تبقاش كبيره لان في جزء منها بيضيع الحقيقه هو بالنسبه للدفايات الزيت بتبقى اكثر امانا بحيث بس ان انا ما اخليهاش كمان تسقط على الطفل يحاول يزقها فبقربها شويه مسافه معقوله بحيث انها لو سندت تسند على الحيطه بس هو في سيف ديستانس في مسافه امنه ما بين الدفايه ما الزقهاش في الحيطه أيوة. عشان ما يحصلش يعني خطا او عيب للدفايه نفسها أيوة. لكن انا بخليها في مكان امن مش في سكه ان الطفل بيروح ويجي لان ممكن يصحى بالليل فوق ان حرارتها مش هتوصل لدرجه ان يبقى في دامج للجلد او خساره للجلد يعني زي ما قلت لحضرتك هو ثلاث انواع من الحرق اللي هو الدرجه الاولى اللي هو الجسم بيحمر ودي برضو فرصه ان انا بحط ميه من الحنفيه من 10 لثلث ساعه
عشان تهدى والدم ما يندفعش ويبقى فيه الالتهاب يزيد. أيوة. ثم شاش ميتازلين، وده اصابات اوليه احنا بنشتغل فيها برضو. يعني بس يعني شغل مستوى يعني زي الدكاتره يعني. وبعدين شاش ميتازلين ومضاد حيوي ملطف ونربطها، وان ممكن نستشير الطبيب لو كان مساحه كبيره ولا غيره. الدرجه الثانيه لما البروفايل بتاع الجلد يتغير، يعني يحصل اللي هي بيقولوا عليها بقيقه ميه دي ولا بتطلع فوق، ارجوكم ما تحاولوش تخرموها بالدبوس، لان كتير قوي يقول لك دي عاليه ليه نخرمها عشان نفضيها. لا، المفروض انها تبقى هي قافله وعامله بروتكشن كويس قوي عشان ما يحصلش تلوث، لان حضرتك لو خرمتيها يضطر الدكتور يشيل الجزئيه دي ويطهرها، يبقى احنا خسرنا الطبقه الخارجيه. الدرجة الثالثة اللي هي حريق القوس الكهربائي وحريق مية النار والحاجات دي، ربنا يبعدها عننا يعني، لأن الشرس الكهربائي بيأكل الجلد من عند العظم يطلعه بره يفجره، فدي ربنا يكفينا شرها يعني. وبرضه في الأولانية والثانية إن أنا يعني بخلي المية تمشي لمدة من 10 لـ3 ساعة، وبعدين بلفها بشاش مفازلة عشان ما يلزقش، ولو لا قدر الله برضو واحد اتحرق هدوم ولا بسيب الهدوم زي ما هي. دي حاجات المفروض في الكتاب بتاع الاسعافات الاوليه. أيوة. ومكتوب بالعربي. اللي عايز انجلش هيلاقيه، واللي عايز عربي هيلاقيه. طب فكره كنت بسال حضرتك قبل ما تابع التقرير بانه وجود الدفايه شغاله طول الليل واحنا نايمين، هل ده صح ولا غلط؟ الدفايه السلك دي خطر، اولا هي بتستهلك الاكسجين، ثانيا ساعات السلك بيتقطع ويجي الطفل يحط ايده يتكهرب، لان هيبقى يقفل الدايره. لكن انا بفضل اللي هي دفايه الزيت. لو فضلت لا ممكن نشغلها طول الليل ما يجراش حاجه، ما فيهاش مشكله، بس أمن. ان انا اامن الفيشه بتاعتها، اامن السلك، ما يكونش واكشف على السلك، ما يكونش في حته عريانه او وبرضو هو في نصيحه معلش اقولها للناس، ان انا ما عنديش ايرسنج، ما عنديش ارضي. الارضي ده فائدته ان اي كهرباء تيجي على شاسيه بتاع الغساله الثلاجه يروح فاصل الكهرباء عن البيت. طب انا ما عنديش الارض ده اللي هو سيخ نحاس لمواصفات معينه يعني، بيدق جنب العماره ويتوصل بيه السلك الثالث اللي هو بتاع الفيشه. طيب لو ان انا ما عنديش ده، ابسط الامور للحمايه ان انا ما اجيبش السلك الملفوف الابيض ده عشان رخيص. يعني ده في يوم من الايام طفل يحط كرسي عليه يروح قطعه، عامل فيه قطع، ولما يتقطع هيبقى خلاص موصل للكهرباء، شويه ميه في الارض يكهربوا اي حد. فلذلك نجيب الكيبل اللي هو يبقى دبل لاير، يبقى فيه درجتين من العزل، سلك داخل سلك، يبقى فيه درجتين العزل. عارفة. يعني مبدئيا بلاش السلك اللي هو المظلوم ده ابو 3 قروش ده. طيب مهندس عصام الهلاوي، يا سلام حضرتك، نتابع تقرير بلقى وشبابيك، لازم تكون الاول مطمن لها، واخد بال حضرتك؟ فلا يعني ما سيبش بيت مثلا وباب وانا عارف ان الباب الخشب ده لو انت حد رزع ولا بتاع ينكسر، تمام؟ او في مثلا منور ممكن يتم التصل اليه او كده، فلازم تعرف. تاني حاجه انك انت بتعمل الابواب الشبابيك الكافيه، ولابد ان يكون مثلا بالنسبه للباب الخشب مهما كان مش قوي، لازم يبقى باب مصافح او حديد. او في داخل ولادي جوه البيت الامن البيت ازاي؟ ان انا مخليش حد يخبط انا معرفوش شخصيا، مش اي حد يفتحوله، مش اي حد يتعاملوا معاه، سواء بياع او 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 او، لازم يكون في دقة في التعامل مع البشر، ويفتحوا لشخص هم عارفينه مين، ويكون في اتصال على التليفون. اما لو انا مش موجود خالص ومفيش حد موجود، فوسائل التأمين كتير قوي في مصر دلوقتي، يعني في كاميرات وفي كروت ميموري وفي تصوير وفي كل شيء، بس اللي يستخدم من الحداثه يعني. تامين البيت بصفه عامه ضد السرقه، في وسائل كتيره جدا حمايه الكترونيه ومش مكلفه للغايه وبتحمينا، يعني مثلا وسائل كاميرات تسجل، وفي اجهزه انذار لو حد حاول ان هو يقتحم البيت بتاعي بتقوم بتسجيل كل شيء حتى لو في الليل، ومنها اجهزه ممكن انها تقوم بتتصل بيا تعرفني ان في حد بيحاول يقتحم بيك البيت دلوقتي. ولكن برضك اللي بنطلبه ان الدولة يعني تفعل خدمة النجدة، لان النجدة شيء مهم جدا. انا دلوقتي تعرضت لحد السرقة او ان انا تعرضت ان حد بيقتحم بيتي، فالمفروض ان انا اول شيء بلجأ له بلجأ للشرطة. هو دلوقتي اللي موجود الكاميرات، تمام، وموجود اجراس من يشتريها. الواحد يعمل اتكال على ربنا سبحانه وتعالى، وانت ما شغل المفتاح والقفل بتاع بيتك وبتقفله ضد السرقة، تعمل ايه يعني؟ لا عندك كاميرات مثلا زي الناس اللي هي عندها كاميرات بتشوف اللص اللي داخل او اللي خارج او اللي معدي، انت بتأمن بيتك بتقفله بالترباس والمفتاح وترمي حملك على الله،
وطالما انت ملك علاقه مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا هينجيك هينجيك باذن الله. يعني احنا ناخذ الاسباب يعني البيت ضد السرقه انه مثلا يعني البيت يبقى مقفول كويس المكان اللي انت اهم حاجه قبل الدار الجار يعني الجيران لو كويسين انت ممكن بابك تخليه فاتح يعني في البيت بس قول يا رب. تابعت معنا التقرير الناس لطيفة يعني جدا تقرير جميل جدا 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 وفعلا هو تاتشبل يعني هو الحقيقة سرقة المنازل ده شيء منتشر من دول من البطالة برضو مع الأزمة الاقتصادية وكده لكن أنا ممكن أحمي نفسي بقدر الإمكان والباقي على ربنا سبحانه وتعالى يعني هو أول حاجة حضرتك إن أنا ما خليش بيتي سهل للفتح يعني كتير ابني جاي من المدرسة من الحضانة مش عارف إيه يا حبيبي المفتاح محطوط في الحتة تحت الإيه الدواسة أو المكان السري للناس كلها عارفة زي المطار السري كده كل الناس عارفة حضرتك يعني الحرامي ذكي جدا هو فيه ذكاء فعلا إجرامي لكن هو فاهم قوي فين الأماكن اللي هيبص فيها وبيتمنى وبيسعى ان هو يلاقي الطريق السهل انه يفتح بيه الباب من بالمفتاح من غير ما يكسره ثم بعد كده يخش يشيل اللي هو عايزه ويمشي فلذلك في حاجتين اولا حتة ان انا اسيب المفتاح في حتة معينة لا المفروض ان انا اهتم باطفالي لان ممكن هذا اللص لو لقى الطفل قدامه يرتكب جريمة اكبر من طبعا. جريمة السرقة ان هو لا قدر الله يقتل او غيره والتاني حاجة ان انا ما خليش عملية الفتح دي سهلة يعني مثلا ايه المشكلة ان انا ترمبة الباب اللي هي الطابلة بيقولوا عليها وترمبة الباب ان انا اغيرها كل فترة انا كتير بنسى المفاتيح عند الميكانيكي كتير بس بنساها في المكتب ما تعرفيش ضعاف والولاد كمان ممكن يضيع منهم في المدرسة في الشارع وهم راجعين ياما كانت بتحصل فانا كل فترة اغيره ولو كان تالف اصلحه يعني في بيعلق في سنه ولا حاجه ما استناش عليه ده هي الطبله كلها 30 40 جنيه يعني ان انا احمي بيتي بحاجه زي كده اتفضل هسال حاجه بس عشان مساله نوع البيبان يعني في بعض الناس بتبقى جايبه بيبان قويه وبتاع وبعدين في اسلوب دلوقتي ببطاقات الائتمان ممكن بتفتح حتى لو الباب متغير الطبه متغير هم الغش وصل حتى لسرقه السيارات ان بيخش على الكمبيوتر زي ما بيقولوا بتاع السياره بالزبط. ويسجل وغير الرقم فكل شيء يعني بس هو بيبقى محتاج حضرتك برضه يعني التكنولوجيا عالية شوية في السرقة ما وصلناش لها قوي زي برة لكن أنا مبدئيا الحاجات الخفيفة أقدر أعملها أن أنا ما سيبش فرصة أن الحرامي يجي أن يشوف تحت الدواسة تحت مش عارف إيه الحاجة الثانية أن أنا ممكن أن أنا أقفل الشبابيك قبل ما أنام بطريقة كويسة وجديدة يعني ده خاصة كمان الناس اللي هي في الأدوار السفلية بالضبط يعني متهيألي الأدوار ولا ممكن يكون في اختراعات تانية ما لا هو ممكن البيت اللي قدامك ممكن السطوح اللي قدامك يبقى سهل انه يبقى مغطى على الأدوار عالية لا هو يراقب أصل المشكلة هو بيقول الدور الأول والتاني بيبقى أكثر سهولة للص انه هو يراقب وطبعا اللصوص هيزعلوا مني ويمكن يجي يسرقوني أنا شخصيا هو الحقيقة أكيد حضرتك متبع كل يعني العلامات الأمان الممكنة يعني طبعا اكيد انا برضو ساكن في دور اول فعلوي شويه يعني هو مش هيشوفوني بس من اي سطوح ضعاف النفوس كتير يعني هو الحقيقه لازم اهتم قوي ان انا الشبابيك تتقفل كويس هو صح هو انه ما يخشش من باب لكن هو لو دخل من الشباك صعب عليه انه ياخد كل حاجه فهيبقى بنقلل الخساره شويه يعني هو طبعا ما بيخشش الا اذا كان واثق انه هيلاقي حاجه تاني حاجة الستائر الخفيفة اللي تدخل الهواء وما تخليش حد يراقبني لان هو اصلا السيكولوجية الراجل اللص انه بيفكر هيخش ياخد ايه ما عندوش استعداد انه يخسر انه يخش في مغامرة كبيرة وفي الاخر يطلع له بس بمية جنيه ولا بتاع تالت حاجة يبقى الشبابيك الستائر رابع حاجة بقى اجهزة الانذار وطبعا في اجهزة غالية وفي اجهزة رخيصة يعني عبارة عن فوتوسيل يعني خلية ضوئية ومصدر ضوئي فوتوسيل لما الضوء يضرب عليها تبتدي تولد كهرباء لو حد قطع الفوتوسيل او الخليه او الضوء ده تروح مديه الارم عالي صوت عالي او انها تولع نور وتطفي نور في حاجات كتيره الكترونيه بتتم بالحراره يعني لو ان الحرامي عدى بيتحس بالحراره يبتدي ايه يتحرك يدي جرس او الارم طب انا ما عنديش ده كله هي كل القصه هتلاقي حضرتك يعني في زر بتاع تلاجة اسمه زر النور بتاع التلاجة حضرتك بتفتحيه بنعمل خرم جوه في الحلق بتاع الباب ونوصل بيه سكتين كهرباء بالنور بجرس
بمفتاح كلام فاضي يعني مش هيتعدى الجنيهات. وفي الحالة دي ساعة ما حد يفتح الباب يكسر الباب أو هيضرب طبعا ألارم عالي جدا ويفتح النور ويمكن يهرب لأنه يفتكر أن في حد جوه. تملي أخفي حتة أن أنا مسافر أو مش مسافر، يعني لو أقدر أفتح الأضواء بتايمر مثلا كل فترة أو أبلغ حد من الجيران خش ولع النور وتاني يوم اطفيه، بحيث انه لازم يراقب، ما هو اللص مش هيخش وهو كده يعني. هي المشكله يا فندم انه بيبقى في احيانا ممكن من مش مهماش جيران العمر، ولكن في ناس بتبقى جايه مأجره، ممكن حارس العماره، يعني ممكن بتبقى هو حارس العماره ده اكتر واحد بيبقى عارف مين مسافر ومين طالع ومين نازل وليه اعوانه. وبعدين هو طبعا مش بنعيب في حارس لا العماره لا ولا كله، بس احيانا بيحصل ان هو بالزبط. بيبقى اول المشكوكين فيهم يعني بالظبط، هو بيجيبوه الاول يسالوه طبعا. وفي بتاع الدليفري بتاع المكوى بالزبط. دول كلهم. لذلك احنا بنوصي بايه؟ ان حضرتك ما تحطيش المقتنيات الغاليه قدام باب الشقه، اختاري مكان بعيد عن النظر. ايوه. وبرده ما فيش مشكله ان انا لو عندي تحف غاليه وكده والداخل سباك، طبعا مش بعيب برده في السباكين، في ناس محترمين جدا، في ناس ما عندهاش ضمير برده، بس في منهم فبيخش يلقي نظره بيحدد اللي هو عايزها. الحاجة التانية أن حضرتك ما تستعرضيش الممتلكات بتاعتك، يعني ما يعني ساعات بنقعد في النادي ده أنا جايبة لولادي كل واحد موبايل ب10,000، بيبقى فيه انترودرز بقى، فيه ناس داخلين في طبعا. بيتصنطوا بيحددوا الـ الـ الضحية اللي جاية هيبقى شكلها ايه. ما نستعرضش، ما نقولش، ما نرفعش يافطة أنا معايا كذا أو أنا مضطر أشيل في البيت 100,000 جنيه عشان الظروف. طبعا في واحد بيسمع هذا الكلام طبعا. ممكن ينقل لشخص اخر بلاش هو نفسه ويجي يحدد او في حاجه اسهل من كل ده يا باشمهندس، اللي بتنظف البيت بالظبط. هي دي بقى اللي عايشه كل حاجه ومش عارفه المفاتيح فين وشكله ايه وان هم يسافروا ايه بالظبط. مش لازم هي بس، اخوها بقى، جوزها، ابن عمها، اللي حد في المنطقه بتاعتها، بتحصل كتير يعني الحقيقه هو العلاقه اللي بتبقى موجوده دي، مثلا ابن عمها بتاع بطاله وهي قاعده بتدردش، مش لازم تكون هي وحشه بالزبط. لكن ممكن فرد من العيله ممكن يؤدي الى هذا الموضوع. فدي حد عارف، انا بقى احمي نفسي ازاي من حد عارف جوه البيت؟ هو الحقيقه ان انا باخد معلومات كامله، مش عيب خالص ان انا اخد طبعا بطاقه شخصيه بتاعتها، اعرف مكانها، ابحث شويه، ابعت ضابط من الضباط اللي هم قرايبي ان يعمل بحث عنها. طب احمي نفسي؟ لا ده بدانا يعني ده بدايتنا، لكن انا هحمي بقى لو انا ما عملتش ده في حد لي وانا وهي عارفه ان انا مسافره مثلا، قلت لها ما تجيش الاسبوع ده عشان انا مسافره بالظبط. احمي البيت ازاي وهي عارفه كل تفاصيل؟ احنا بنلجا بقى للخزنه اللي هي بتبقى مصفحه دي، وبنثبتها طبعا، بتثبت من جوه بطريقه بمسمار فيشر، ما ينفعش انها تتقلع، ما ينفعش الاسكان يجيب اجهزه بقى والحام ويقطع وبتاع. دي بشيل فيها المقتنيات اللي هي بستخدمها، لكن معظم المقتنيات اللي هي زي الفلوس والذهب والحاجات دي كلها ما اشيلها في البنك خزنه، ما اشيلش فلوس كتيره جوه البيت. النهارده الكريدت بيسحب في اي وقت، يعني ايه الداعي ان انا احط 100 ولا 50 ولا 40 ولا اي مطمع لواحد من دول. ثانيا انا ممكن او ان انا يعني في اماكن معينه اخفيها عنها، يعني في اماكن هي مش هتوصل لها في اثناء التنظيف، لكن انا معظم السيدات بيسيبوا كل شيء قدامها، تقول لك دي امينه، مش مشكله فيها، المشكله مش في امانتها، لا، مشكله القرايب واللي بيسمعوا وكده. ايوه. فلذلك احنا بناخد كل الحيطه بتاعتنا في ادراك هذا الموضوع وخطورته، وبناخد كل اللي المفروض نعمله والباقي على ربنا، ناخد بالاسباب طبعا مش اكتر. طبعا. بالنسبه للشبابيك بقى للادوار السفليه يا فندم، هل في تامين معين ان انا مسافره مثلا، او الناس بتبقى طول اليوم بره فاشغلها ففي وقت طويل جدا لاقي حد عايز يدخل او عايز ينط مثلا من الشباك، ودي ممكن بقى حد عامل نفسه عامل تليفونات، عامل كهرباء، مظبط مش عارف ايه بالظبط، وبيبقى الموضوع سهل. انا هل في تامين معين ليش؟ هو زي ما بقول لحضرتك احنا بنعتمد على تفكير اللص قبل الايه دخول الشقه، يعني ان انا بقفل قدامه سكت ان يعرف ايه الممتلكات وايه المواد الغاليه اللي موجوده. نعم. ان هو مش هيامن ويخش الا اذا كان في فرصه ان هو هيسرق حاجه معينه. لكن انا طبعا زي ما قلنا بنخلي الستاير بحيث ان ما فيش مراقبه. كمان لو عندي اي مكان ممكن يختبئ فيه شخص، يعني حيطه بارزه لبره يبقى مستخبي وراها،
ده هو لازم ياخد مراحل، ابتداء من بداية التفكير ثم عملية التنفيذ. أيوه. وبعدين بيبقى له هدف معين في حاجة هو رايح لها مخصوص، ذهب فلوس، يعني مفيش داعي ان انا برضو احط ذهب من هنا لهنا. يعني هو مش ده المطلوب، يعني الزينة الخفيفة. طبعا مش بقول ان احنا نلبس مقطع بقى عشان ما نتسرقش، لا احنا عايزين برضو نعيش حياتنا، بس في نفس الوقت ما نبينش للناس، لا بنتكلم في اماكن عامة، لا بنوضح ثروتنا قد ايه. برضو يعني الاقتصاد حلو، يعني طبعا. يعني في ناس غلابة، ندي الغلابة شوية. بشمهندس عصام، في بعض الامهات بتسيب ولادها الصبح مثلا، بتقولك انا رايح الشغل كم ساعة وراجع على طول، مش لسه بقى ونايمين الصبح عبال ما ارجع يبقى خلاص مثلا بقى لهم ساعة ولا ساعتين صاحيين. هل في عناصر آمنة او اسلوب آمن المفروض ان الام تتبعه في بيتها قبل ما تنزل تسيب ولادها؟ ممكن تسيبهم مثلا في سن قبل 10 سنين، في سن 10 ل 12 سنة، هل بتفرق في دي او في دي؟ هو طبعا في السن الصغير طبعا حرام انها تسيبه قبل سن المدرسة مثلا 5 6 سنين ويصير معتمد على نفسه، لكن بنقول السنين اللي بعد كده طبعا اما تجيب جليسة، وطبعا برضو في مشاكل طبعا في الجليسة، او بخلي الجيران يخلوا بالهم. لكن بالنسبة للسن الكبير انا مش عايز اعود اولادي ان يخش يقشر برتقالة هيتصاب، ما هو ان مفيش حد موجود ويمكن يفضل دمه ينزف لغاية ما هي تيجي من الشغل، مفيش داعي خالص. يعني يا اما اوديه نادي لو كان في البتاع في الصيف، لو كان في الشتاء طبعا بيروح المدرسة، مفيش مشكلة. لكن برضو كل الحمايات اللي احنا قلناها اللي هي الكهرباء، اللي هي يعني هل اقفل سكينة الكهرباء مثلا، هل اقفل باب بالمفتاح ولا لا، عشان دي كمان قضية، دي مشكلة تانية. هو ياريت نعودهم ان يقوم ويتحمل المسؤولية ويقفل بترباس او غيره، لان المفتاح من هقفل عليه فرضا ان جيلس وده وقفله في سكته هيعمل فيه ايه؟ هيخلص عليه. فلذلك احنا بنقفل بالترباس، يكون ترباس كويس من جوه بحيث ان الولد يقدر يزقه ويجري لا قدر الله في حالة الطوارئ. نعم. برضو حريق حصل مثلا، هو ولع حاجة. لانه في اطفال في سن صغير تحب تلعب بالورق وتولعه، انا حتى لو مش هيولع البوتاجاز يعني. هو الحقيقة حضرتك عندك يعني ما شاء الله يعني، لكن هو القصة ان انا الطفل بيقلد بصورة غريبة جدا. ما حاولش ان انا اولع فتيل او اولع ورقة قدامه، ما حاولش ان انا اجرب مثلا ان انا احط حاجة على حاجة تعمل غليان وبتاع، لانه هيعمل نفس طبعا التجربة طبعا. فلذلك انا لازم احميه من القصة دي ان انا ما عودوش عليها. يعني دخول المطبخ ليه يخش؟ مش لازم يخش، هو صح بيتعلم شوية، لكن دخوله يبقى في وجود والدته او مامته او باباه في حالة حاجة بسيطة يعني، لكن يخش يولع بنفسه ويعمل عيش، يسخن عيش ويفتح تلاجة، دي كلها حاجات خطر. والله حضرتك لازم يبقى تفكيرها انا لو حصل ايه يبقى اعمل ايه. طيب والله لو حصل حريق انا مش حاطط طفاية في البيت، ليه ما دربش ابني؟ يعني في بلاد بره انا شفت فيلم ان عشان الزوجة تخرج هي وجوزها يقضوا مثلا حفلة او حاجة بالليل، لازم الدفاع المدني يدرب الاطفال ازاي يستخدم الطفاية، ازاي يشد التيلة ويبتدي يعمل سكويزنج لليد، لازم يعرف ازاي يتعامل مع الطوارئ، يطلب مين، لازم يبلغ ازاي. يعني ما عندناش احنا الثقافة دي خالص، هي يعني مسألة خالص ثقافة طبعا. لكن انا جوه بيتي ممكن اشتغل على الثقافة دي. احنا طبعا مش بنخوفهم، لكن في نفس الوقت بنقول لهم ايه الاجراءات اللي ممكن تحصل في حالة طوارئ. اهم حاجة زي ما حضرتك قلتي في حريقة، حصلت حريقة، وطبعا الحريقة يبقى لها يعني المفروض مأمن ضد الحريق، مأمن كل شيء، وصلات الكهرباء، ما جيبش اي وصلة سلك ضعيفة احطها وصل بيها الدفاية. كمان اللي هو المشترك ده حضرتك اكبر مشاكل بتيجي منه في الحرائق، حتة ان البنين اللي بيخشوا التوبينز اللي بيخشوا بتوع الفيشة بيخشوا في الفتحات بتاعة المشترك بتبقى بتتهز. يعني بتتهز تعمل شرر، الشرر يسخن ويتسخن يروح مسيح العازل الموجود، يعمل قفلة، يعمل حريقة، تروح رايحة للسجادة، وده السيكونس، ده الحاجات اللي بتحصل. فلذلك انا بقى عندي ادراك حسي، انا سايبة دفاية مولعة وسايبة الولاد ورايحة الشغل، يبقى عليك ان انت تطمني ان الوصلة من نوع محترم مش نعم الصيني اللي هو بكلام فاضي. وكمان بنحس بايه؟ ان لما يخش الفيشة في الكوبس تبقى فيرملي كده مسكاها، متبقاش تتهز،
ما انا عندي التوصيل الكهرباء بيبقى في جزء، لكن لما بتتهز بيبقى التوصيل في نقطه، يا اما يمين يا شمال. النقطه دي معناها ان كل الكرنت او كل التيار معدي من نقطه صغير، يعمل ايه؟ يسخنها. طب ولما يسخنها يبتدي يسيح، يبتدي يعمل حريق. يبقى انا لازم ادربه. يعني انا كنت مدرب ابني زمان، جايب له طفايه حطيتها جنب المطبخ، بره المطبخ مش جوه. الناس كده يقول لك الحريقه جايه جوه نحطها جوه، لا ده بره. فطاست زيت بره ولعت، فانا مدربه ازاي يشد التيله وازاي هو شغال حتى في المجال الوقت كبر وبقى شغال مهندس اهو، فشد التيله وازاي يطفي. فكانت مره طاست الزيت ولعت، فشد التيله وضرب الزيت، ضرب الطفايه على الزيت نفسه، الزيت طرطش بره. فاضطر يجيب بطانيه ويغطي القصه دي. لكن هي المفروض نعلمه مبادئ الاطفاء، ازاي يطفي، ازاي يضرب فوق النار مش جوه النار، مش جوه الزيت. كان في حاجات تانية كمان خاصه بالغاز، بس هخليها يوم تاني بقى عشان احنا وقتنا خلص يا فندم. مهندس عصام الهلاوي، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني النهارده. خبير سلامه وصحه مهنيه، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. وان شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية باذن الله، وبنتمنى كل الخير لكل مشاهدينا. بشكر حضراتكم على